المفاجأة بقى الأكتر اللي حضرتك اتكلمت عليها، هل توقعت سير المباراة بهذا الشكل؟ فأنا كنت شايف امبارح إن أول مفاجأة في المباراة كان موسيماني طبعًا، لأن موسيماني نفسه لم يأتي للمباراة، لم يحضر للمباراة، لم يدير المباراة لا من قريب ولا من بعيد. طب مسألة التشكيل إنه من الأول نزل من غير قفشة وعبد القادر، شفت إزاي ده؟ بص أقول لك على حاجة، اخطاء او خطايا انا بسميها خطايا موسيماني دي حقيقه، انا كنت ناوي على ده من امبارح بعد المباراه، ان انا اطلع النهارده اتكلم في خطايا موسيماني التي لا تغتفر تماما في مباراه الامس. امبارح انت صعبت عليك المباراه جدا، امبارح انت اديت للرجاء مش اكبر من حجمه، ده انت امبارح كنت عايز تخرج من البطوله بفعل فاعل او بفعلك انت، انك انت تخرج من البطوله. ازاي موسيماني المفروض ان هو بيجيد التعامل مع المباريات الكبيره، المفترض ان هو عارف قيمه النادي الاهلي كويس وعارف الخصم بتاعه كويس جدا، لكن امبارح وجهه نظري متواضعه انه ما قراش المباراه بشكل كويس منذ البدايه. يعني انت متفق معاك ان شريف وقفشه بعيدين تماما عن مستواهم، ويمكن انا كنت واقف مع كارلوس كيروش قبل كده في استبعاده لقفشه وشريف، لان هما ما جوش بعد دوري ابطال افريقيا. واتكلم على شريف على وجه التحديد في المؤتمر الصحفي بعد واتكلم كمان عن قبل انه بيضيع اللمسات الاخيره، بيضيع وزعق له امبارح في المباراه، كان رايح في شبه انفراد وكان ممكن يخلص مع عبد القادر، لكن شريف طلعها في السماء، ودي مشكله شريف انه لم يعد ماكينه الاهداف التي لا تهدأ. شريف عنده مشكله في اللمسه الاخيره، عنده مشكله على مستوى التحكم، وبقاله فتره على الصندوق بقاله فتره طويله. محمد شريف ما رجعش بعد دوري ابطال افريقيا او السوبر الافريقي الاخير تحديدا، شريف ما رجعش تماما مع النادي الاهلي من البطوله بعد مباراه كايزر تشيفز. فشريف وقفشه ايضا، قفشه هو لاعب كبير ولاعب مخضرم كويس، ولكن بقاله فتره بعيد عن مستواه تماما. يعني انا هاجمت قفشه كتير رغم ان هو رماره ميزان في النادي الاهلي، والمفترض ان جماهير النادي الاهلي حط عليه امال كبيره جدا انه حتى يبقى داعم لمنتخب مصر، ولكن قفشه عليه علامات استفهام كثيره جدا وكبيره جدا في انه بعيد عن المستوى تماما. فانا متفق مع موسيماني ان هو ابتعد عن قفشه وعن شريف، ولكن انك انت تعتمد على بيرسي تاو كراس حربه ده كان اكس، علامه خطا كبيره جدا. لاعب بيلعب برجليه الشمال، ما شفتش راس حربه برجليه الشمال بصراحه، يعني فيه بس ما شفتش بهذا الشكل. وبيرسي تاو بيجيد اللعب على الاطراف كجناح طائر ايمن، ولكن ليس كراس حربه. ولو هتلعب بيه كراس حربه نلاقي حسين الشحات على اليمين يلعب في مكانه، لكن حسين الشحات ينزل شمال ويستغنى عن احمد عبد القادر تماما. طب اللي هو ايه فلسفته في تغيير اماكن اللعيبه؟ يعني كل واحد عارف هو بيلعب فين، عارف مركزه ايه، ايه فلسفه موسيماني في ده؟ بص هو موسيماني يعشق الفلسفه، موسيماني عنيد بطبعه، عنده كبرياء غير طبيعي، بيحب ينفذ بعض يعني بينفذ فلسفته في بعض المباريات بشكل مثير للجدل، ملوش اي منطق. يعني انا امبارح لما اجي العب ببيرسي تاو وراس حربه وما نزلش احمد عبد القادر، والعب بحسين الشحات شمال والعب يمين بطاهر محمد طاهر، طب حسين الشحات قدم مباراه هايله جدا امبارح، بيرسي تاو كان خارج نطاق الخدمه خالص واضاع هدف كان يريح الدنيا والحكايه والروايه والحدوته وتخلص وترجع منتصر 2-1 من المغرب. لكن لا، انت بيرسي تاو بينفرد بالمرمى وبيرقص حارس المرمى ويدي لهم الكره في الاخر في رجليهم، كان طبعا شيء غريب جدا. بيرسي تاو على مستوى التحركات ما كانش راس حربه بالمره، ما كانش قوي بالمره، ما كانش شرس بالمره، فكان لازم اسحبه سريعا والجا لمحمد شريف. ولو انا مش مقتنع بمحمد شريف لماذا كل هذا العند مع حسام حسن وصلاح محسن بينزل وهو لسه راجع من اصابه؟ صحيح، وراجع من جراحه شهور تقريبا. يعني عنيد عند غير طبيعي. يعني امبارح كلنا بنعشق النادي الاهلي، كلنا خلف النادي الاهلي كجماهير مصر، مفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك هنا وانا رايح ارفع علم مصر في دوري ابطال افريقيا، اهلي زمالك امبارح قاعدين على المقاهي بيشجعوا النادي الاهلي كلنا. فالنهارده ما بنتكلمش الوان، فاحنا مش بننتقد موسيماني كاهلاوي او كمدير في النادي الاهلي، لا ده احنا بننتقد فكر كان من الممكن يكلف فريق مصري في دور ربع النهائي قبل نص النهائي دوري ابطال افريقيا. صحيح، فامبارح عشان يمارس هذا العند ويظل بيرسي تاو كراس حربه ويحسن الشحات لما جه حتى يعمل تغيير يسحب حسين الشحات، يسحب افضل لاعب تقريبا كان حسين الشحات امبارح على مستوى التحركات وينزل ايمن اشرف، ده التغييره دي مش خلتنا يعني في له غاريتمات غير طبيعيه تماما على موسيماني امبارح ان هو ينزل ايمن اشرف، اللاعب اللي انا قلت تحديدا بعد ما رجع من كاس الامم الافريقيه وكاس عالم الانديه انه يحتاج لتاهيل نفسي غير طبيعي، اطرد في مباراه المغرب وجاب ركله الجزاء علنيه وخطا نفس الخطا في كاس عالم الانديه، متهور يعني، وكان لابد هو لاعب متهور جدا. صح، ايمن اشرف رغم انه مجهوده عالي جدا والمفترض ان هو خلاص بقى عنده خبرات ومخضرم في النادي الاهلي، ولكن اخطائه قاتله،
فانت عايز تعزز خط الوسط الدفاعي وتعزز الدفاع على حساب حسين الشحات اللي هو احد الاوراق الرابحه اللي تحاول تسحب بيها الفرقه شويه، انت سلمتهم نفسك في الشوط الثاني يعني سلمتهم الشوط الثاني كله من بابه ستة يعني بالظبط 31 دقيقه مسلمهم الشوط الثاني كله ليهم. انت تعادلت بشخصيه الاهلي، تعادلت بمجهود فردي من محمد عبد المنعم، تعادلت بكره حظ التوفيق كان ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك انك تحرز التعادل، ولكن الرجاء كان ضاغط عليك كان يحرز فيك الهدف الثاني وأضعت ركله جزاء في السيناريو رايح للأسوأ. انت رايح للسيناريو الأسوأ في تاريخ دوري ابطال افريقيا انك انت تهزم وتضيع ركله جزاء والرجاء بيهاجم. طيب انت علشان تنزل الشوط الثاني تقرا تكمل قرايه المباراه غلط وتستمر في سياسه انك انت السياسه الدفاعيه وانت عارف ان الرجاء هيهاجم بكل قوته، فانا بدافع واشيل الكروت الرابحه اللي تقدر تمسك كوره وما نزلش عبد القادر يمسك كوره ويراوغ ويلعب ويسحب الفرقه ويقف على الكوره، وانزل ايمن اشرف المتهور واشيل حسين الشحات افضل لاعب في المباراه او من افضل اللاعبين في المباراه، فطبعا لوغاريتمات غير طبيعيه لكن على موسيماني. لكن في النهايه هو يقول اللي انا فكرت فيه حصل، هو قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراه قال ايه؟ قال احنا مش هنوصل اصلا لضربات جزاء وان شاء الله هنحسم هذه المباراه، وبالفعل تم حسم هذه المباراه. الشناوي قال احنا مش خايفين من الضغط الجماهيري، لا يمثل لنا اي شيء، النادي الاهلي نادي كبير وبيلعب ومتعود على الضغط وبيلعب مباريات زي دي بقالنا فتره كبيره ومتعودين احنا بنفوز كمان في المباريات اللي زي دي وبنتالق فيها وقد حصل، وكمان كان اشاد بالاستقبال زي ما كنا بنتكلم في البدايه وكان في ضغط جماهيري طبيعي ان يكون في ضغط جماهيري.